بعرف انه كتار منكم رح يستغربوا موضوع ترتيب الدولاب او الخزانة. يا هل ترى هو حرزين لمناقشته بحلقتنا؟ صدقوني ما بتتخيلوا الكم الكبير من المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين حول هالموضوع. الدولاب ما بيساع، ما بتعرف ترتب اغراضك، ولو خليلي مساحة صغيرة. شو القصة؟ كل يوم الصبح نقعد نفكر ساعة قبل ما نخرج، يا ترى البس ايه؟ التيشيرت ده ولا القميص ده؟ بنطلون ولا جيبه؟ الاحمر ولا الاسود ولا الابيض؟ ما هو بصراحه عمرنا ما وضبنا دولابنا قبل كده. انا عندي مشكله دلوقتي، انا ببعت لتيم الوظف كلام في سره، كان انا عندي مشكله انه انا مش عارفه ارتب دولابي ازاي. انا متحجبه بقالي شهر، مش عارفه اختار لبسي كويس، مش عارفه ارتب الدولاب. هاي، انا فريده تمراز، فاشن اكسبيرت من كلام في سرك، وجالة من اسماء الطلب اللي هي عايزاه، وراح نلاقي دلوقتي عشان نعلمها ازاي ترتب دولابها ونساعدها في اختيار لبسها. اول لازم تحليلي المشكله دي، انتي جديده ان جيتي. برافو عليكي. هل انتي بقالك قد ايه محجبه؟ يعني شهر وداخله في الشهر الثاني يا مو، يعني بس عندي مشكله بقى في ترتيب الهدوم، كله بايظ، وكمان انا الهدوم اللي انا كنت جايباها لسه جديده، فمش عارفه كمان استفيد منها بعد الحجاب. طيب بصي، انت عشان الموضوع يبقى اسهل لك في ان انت تلبسي، انت المفروض ترتبي لبسك الاول. يعني انت عايزه حاجتين، عايزه ارتب وعايزه يبقى الموضوع اسهل البسي وكده. فلما الموضوع بيبقى كله مترتب it's easier for you ان انت تختاري على طول وتميكس اند ماتش. هنا البنطلونات، هنا الفساتين والكارديجنز مثلا، وهنا الحاجات الخفيفه اللي بتبقى تحت الهدوم. تعالي الاول نبتدي بالبنطلونات. تمام، اوكي. انا عايزاكي تعملي البنطلون يبقى مثلا نبتدي الاول بالجينز. اوكي، يعني نعمل اسي كده كده شويه. دلوقتي اهو ده كده عملنا الجينز، وبعد كده الاسود. اوكي، بعد كده ممكن نحط الاغمق سنه اللي هي ده ده بقى الابيض هنا وهنا نحطهم. اوكي، وبعد كده البرنت نحطهم جنب بعض. فكده زي ما انت شايفه عندك سبيس كتير ان انت ممكن تحطي بانس. بقولك تيبس ان انت تجيبي بقى بانس جديده لايقه على الحجاب، وفي نفس الوقت يدوك ستايلش، وعايزه تبدا تهاف ذس لوك اللي هو تحسي ان الحجاب مش مأزمك. ده اكشلي حلو، يعني حتى الجينز ده الدنم ده نازل موضه مع ممكن مع البنطلون البني اللي احنا لسه شايفينه هنا. اوكي، هيبقى حلو قوي. هو واسع صح؟ اه. الكروات دي برضو نازله موضه، فايتس ا جود تشويس باي ذا واي، فبرضه حلو. اصل الحجاب مش هيمنعك ان انت تلبسي فساتين زي بقى. تلبسيها بقى ايه في الكوميونتي اللي كلوز بالنسبه لك، وتلبسيها لكن ما تلبسيهاش الدريسز حلوين. يعني مش الحاجات اللي هي بتبقى افري داي اللي هو الديلي ورك. انا اي وود سجست انت تجيبي بلين باليريناز خالص. بس مش انا بقى ما بحبش الباليرينا المدوره. انا اي سجست برضو ان انت تجيبي، عارفه الباليرينا السكوير سنه بس على دوران. اوكي، اللي هي شبه الجزمه المكسره اللي هي بتاعه الولاد بس البناتي. بصي ده مثلا انا ببقى مش عارفه البسه مع ايه. ده ممكن تلبسي تحتيه اللي هم مش الكارينا، اللي هم بيبقوا ديكولتيه مقفولين من هنا قطن. اوكي، لان كده كده انت الحجاب بتاعك مش هيغطي الحته دي، فهيبقى باين بس الجولد ماتل دي. اوكي، وتلبسي عليه كارديجان سيبيه مفتوح، او احلى يبقى بليزر. اهم حاجه عايز اقول لك نصيحه اخيره، بلاش البني مع الاسود. كده حلوه قوي. كده خلاص اتفضل. بس لسه مصاريحه. لا انا جايبكي اصلا تساعديني، يعني انا طلبت منك المساعده، فكان لازم اتقبل اي نصيحه. ميرسي ليكي قوي فريده، وشرفتيني بجد وساعدتيني كتير. ميرسي يا حبيبتي. اوكي، الحمد لله ماني لابسه اسود مع بني. فريده تمرز، مساء الخير. مساء النور. احسن ما كنت صلحتي لي على الهواء. اهلا وسهلا فيك. موضوعنا لليوم مثل ما سبق وذكرت انه ما بعرف ناس رح اقولوا حرزين هالقد موضوع ترتيب الخزانه او الدولاب. لا، بالفعل هو حرزين، لانه كثير بصير في مشاكل. انا قد بده يطلع لي مساحه، انت قد ايه، وغيرها كمان من التفاصيل. جوزي واختي و مضبوط وصحيح. وبيبقوا البيوت هلا صغيره كمان، والخزاين
كمان منا كتير بالبيت، فبدنا نجرب بمساحة قليلة نسع كل أغراضنا. بالضبط مزبوط. آه. أنت مزبطة خزانتك مثل ما أنت بدك، أنت بتحبي. طبعا بحب جدا أزبطها، وعشان كده جاية بقى أحاول أقول لكم تيبس على قد ما أقدر إزاي ترتبي الكلوزت بتاعك أو الخزان بتاعك. وفي نفس الوقت يعني اللي كانت معانا في الريبورتاج كانت لسه متجوزة، فكنا عايزين نعمل سبيس لجوزها شوية. كمان بيطلع له هو شوية، ليكي بيطلع له رف، ممكن دولاب صغير نحط له على جنب. على كل حال أغراض الستات والبنات أكثر كتير من أغراض الرجال، يعني هي بدل مساحة ليهم أكبر. حقهم. وشو ما نعمل بالتياب كلها. يلا مباشرة بنفوت بصلب الموضوع. أوكي، بشو بدنا نبلش؟ أول حاجة خالص في الدولاب اللي هو الحاجات اللي بنتطبق، انا هبتدي من هنا وبعد كده هاجي. اوكي، الحاجات اللي بتتطبق حطي اللي قدام عينك الحاجات اللي بتلبسيها كتير، وحطي دايما مرايه صغيره جنب جنب الدولاب بتاعك، علشان ايه؟ ساعات بيقولوا اصل ما لحقتش البس، اصل مش عارفه ايه. فانا كده عندي الحاجات اللي انا على طول بلبسها والحاجات اللي انا بحبها قدامي قدام عينيا، وفي نفس الوقت في مرايه لحقت ابص. اوكي، والحاجات اللي بلبسها اقل حطيها تحتيها. اوكي، والحاجات يعني مثلا مثل هون هيدا على بالزبط مستوى العين. بالظبط، نلبسه الاكثر شيء ده، وده ما يعتبر على مستوى العين. أوكي، اكتر حاجات نلبسها. بس بيسوى مع السبورتس وير ومع الشيك نحطهم تانيتهم؟ لا، ما دي بقى ترتيب. لا، ما دي ترتيب بقى، بعد كده هنخش في سكشن تاني. انا بحب ترتيب مثلا هون شميس، بحب القميص، وبحب التيشيرت. هو اكتر شيء بلبسه. ممكن تروح عامله سكشن للتيشيرتات والشميز. بالظبط، وده كده احب ان هم يبقوا قدام العينين. اللي تحتيه على طول يبقى اللي بلبسه اقل، وبعد كده اللي فوق خالص اللي هو بيبقى بطلع كده عشان اجيبه اللي هو اقل حاجه بلبسها. اوكي اوكي، وبعدين احنا عندنا برضو البوكسز، الحاجات اللي احنا برضو اللي هو مع اللي فوق خالص اللي احنا مش بنلبسها كتير، ممكن نحطها في البوكسز اللي هي الشفافه اللي زي دول. وبرضو ممكن نحط الجزم. يعني ممكن يعني الجزم تتحط تحت فيها، نحط الجزم بتاعتنا شفافة فاحنا شايفين الجزم، فأسهل لنا ان احنا نطلعها. والحاجات اللبس اللي احنا منلبسوش خالص نطلعه فوق. عادة اللي منحطهم بالبوكسز او منحطهم فوق يعني مننسيهم فريدة مع الوقت. لا، ما انا ببقى عارفة ان ده ساعات كده بيبقى عندك اوكيجنز، انا عايز البس حاجة غريبة، عايز البس حاجة جديدة، انا عندي البوكس اللي انا اقل حاجات بلبسها اطلعها بقى من هنا ونشيل منها. بالظبط، ونشيل منها. وطبعا انا عاملة ان احنا بنرتب الدولاب عندنا ثلاث اوبشنز، يا اما طبعا اهم حاجة بالسيزن، يعني احنا عندنا دلوقتي احنا في الصيف يبقى نحط الصيف، احنا دلوقتي في الشتاء يبقى نطلع الصيفي ونحطه في حتة تانية خالص، ونبقى نركز قدامنا الشتاء. وفينا نضبه بكيس خاصة صح؟ ما ده بقى اللي احنا جايبينه النهارده، اللي هو ده بيشفط. يعني مثلا زي بولوفر بياخد مكان كتير، نحط بولوفر نشيله شوي. اوكي، نفرجي كيف. الكيس ده ممكن تحطي فيه مثلا بولوفرز، الحاجات اللي هي بتاخد مكان هيك شوي. اوكي، هيدا كتير بيوفر علينا، وفي السوبر ماركت ده وسعره منه كتير غالي. لا خالص. اوكي، هيدا هلا بنشوفه على الكاميرا. هيدا ممكن نجيب اوكي، بنحط فيه كل شيء. نحن مثلا هلا خلص الصيف بلشنا بالشتاء، كل تياب الصيف بنحطهم فيه وبنجيب الهوفر صح؟ وبنشفط فيها، فبيبقى الحاجات فبينضبوا كله، بيبقوا حاجه قد كده صح، يعني بياخدوا سبيس اقل. فعشان برضو لو جوزها عايز رف صغير حرام من امن له. لا، يمكن تحط له ايهم بهالكيس وتفتح له اياك المعاش. عايز ايه النهارده؟ بتفكها من الهوبر. اوكي، هيدا كمان لحتى نضب الاشياء. بالظبط. اوكي، بالخزانه والتعليق اللي عنا اياه هون شو فينا؟ لا، انا بس عايزه برضو اقول على التيشيرتات والحاجات اللي بنرتبها. اوكي، بحب يبقى فيه مثلا اول حاجه خالص ممكن عندنا ثلاثه اوبشنز، يا اما مثلا التيشيرتات لوحدهم والشميزات لوحدهم والحاجات اللي بكم لوحدها والحاجات الكات لوحدها، يا اما بنرتبها بالالوان، يا اما بنرتبها بالباترن. لو حاجه بلين خالص الناحيه دي، لو حاجه فيها كل ما يبقى فيه باترن اكتر كل ما تبقى الحاجات دي. الثلاث انواع دول بيبقوا اسهل للعين انك تختاري، فبتبقي ما بتحتاريش، بتختاري لبس في وقت. اذا انا اليوم بدي اسود، مودي اسود. بالظبط، يبقى عندك سكشن الاسود، عندك عايزه اسود وبلين، يبقى عندي سكشن الاسود بلين، يبقى كل حاجه مترتبه قدامك. ودلوقتي الناس بقى عندها مشاغل كتير، لو كانت مثلا في رايحه الشغل، او كان مثلا عندها بيبي فبرده مستعجله في اللبس، او في كل الاحوال، فبيبقى محتاجين ان احنا نبقى مرتبين. ده.
وبرده علشان نخلي ريحه المنطقه دي وحتى التعاليق حلوه، انا عندي برده حلين، يا اما نحط اللي هي اللي بنحطها في العربيه نسيبها بتاعت عشان الريحه حلوه، بتاعت الريحه، وبلس ان احنا ده ممكن يبقى اضرف عليه تبقى ازاز علشان برده توري تشوفي اللبس من وانت قاعده كده بعيد شايفه لبس. انا هلبس ايه النهارده اول ما تصحي من النوم؟ انا هلبس تطلع قدامك الخزانه اوكي. فبنحط ده او بنجيب برفيوم خلصت من عندك، بتفكي الطرف بتاعها وتحطي البرفيوم جوه حلو. فدي مع الوقت بتعمل ريحه وكمان ريحه البرفيوم بتاعتك، فانت بتبقي حباها مرتاحه فيه. يعني لا بما معناه انا املك هذه المنطقه حتى رائحتي فيها ممنوع اتقرب لها. ده بتاعي انا بس لو سمحت. اوكي خلصت من هذه الجهه. اوكي عملنا بقى الناحيه دي زي ما قلت لك السكشنز، يعني مثلا هنا عملت انا البنطلونات، يعني هنا في بنطلونات متعلقه لوحدها، وبعد كده هنا ده التوبس اللي ما ينفعش تتعلق لان ده مثلا فيه باترن، فلو قصدي يترتب ما بيطبقش. لو الباترن ده حلو ان انت تسيبيه يبقى ده بتتجعلك كتير يعني بالزبط. ما بتلحقي صباحتك وياه بالظبط. الشيفون نحب نعلقه، وبعد كده هنا الدريسز، وبعد كده هنا الجاكيتات. هيقولوا لي طب افرضي انا ما عنديش مكان غير ان انا اعلق، اهم حاجه تعلقيها البليزرز والجاكيتات الجلد بما اننا داخلين في الشتاء، الحاجتين دول ما ينفعش نطبقهم. نعم فاحسن. وعملت لهم حاجه كمان عشان لو عايزين يعلقوا حاجتين في حته واحده سبيس، عملنا علقتين في تعليقه واحده. يفرجينا اياها كيف على الكاميرا، كثير حلوه. بتشيلي السده وبتحطيها هون وبتنعمل تعليقتين. بالظبط كثير حلوه الفكره، هيك بتكسبي مساحه اكتر بالخزانه. بالظبط كتير، لان انت ممكن تعملي كده مع كذا حاجه فتبقي مثلا عندك ثلاثه فيهم سته بليزر. بس مش مقبول ابدا ينحطوا اثنين هيك فوق بعض. لا 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 كده هياخد وقت اكتر. هيك اكيد لا. صح هيك غلط، اظبط يكون كل وحده لحالها. مش عاوزين نعمل كده يا جماعه، هو يا كل جماعة. واحد لوحده. هذا مثل بدل لميعه. ايوه. اوكي هيدا بالنسبه للجاكيتس بنرجع بنعلقهم. اوكي هلا عندي سؤال، الجينز انا شفتك معلقتيهم، افضل يكونوا مطوي لانه العاده البنسل عاد الاقمشه بنعلقهم، الجينزات كمان؟ ليه؟ يعني لو انت عندك، مع عشان كده بقول لو انت عندك سبيس مساحه ان انت تعلقي يبقى نعلق كل حاجه ممكن يعني معلقة. التعليق دايما بيبقى احسن الا بس الحاجات التيشيرتس الشميز ممكن نطبقه، بس لو ما عندكيش سبيس هرجع اقول ان احنا بس نرجع للجاكيت الجلد والبليزرز دول. أوكي. يمكن والحاجات الشيفون والفساتين. لا الفساتين دلوقتي بقى برده في حاجه زي مدوره كده اوكي، ممكن ابقى اجيب لكم صوره معايا المره الجايه بيبقى فيها الفساتين تتطبق ازاي. اوكي دي ممكن نحط فساتين مش لازم نعلقها لو ما عندكيش سبيس، اصل ساعات حاجات بتبقى اكسترنال زي دول كده. اوكي علشان لو انا عايزه فساتين النهارده بس عايزه البس فستان اروح للفساتين بس. أوكي. اوكي اوكي او ممكن اكشولي لو ما فيش مكان الفساتين تطبقيهم بفرده تحطيهم هنا. لو ما فيش مكان، لان دايما عندنا في البيوت المصريه التعاليق بيبقى عندها حجمها كده، واللبس احنا عندنا بنحب نشتري لبس كتير فدايما ندي سبيس للحاجات اللي هي الشيفون والجاكيتات. اوكي زي ما قلنا. طب فريده سؤال، في تيب نحن ما قلنا قلب نستغني عنها، بنشعر كل سنه انه السنه بدي البسها بعلقها او بطويها وبقول بدي البسها وما بنلبسها، تياب بس يقطع مدتهم سنتين ما عم نلبسهم، يعني لازم نتخلص منهم؟ لازم طبعا. وبقى عندنا بقى جمله شهيره، هستنى لما اخس. استني لكن استنوا لكن يا جماعه في ناس بجد، يعني احنا انا انا اسجست ان احنا نتخلص من الحاجات دي لانها في ناس غيرنا محتاجينها، في جمعيات كثيره قوي خيريه ممكن نديلهم الحاجات دي، فليه ما نعملش كده؟ ولما تخسي بيجيبي حاجه ثانيه، هيبقى ساعتها الموضه اتغيرت. اما اللي بقول لك مش هتخسي بتكون وايد. طب الاكسسوارز الاكسسوارز انا جبت ده ممكن تعلقي عليه لو عندك مثلا سكارف، او لو واحده محجبه عندها اشاره ده ممكن نعلق عليه، وبرده لو عندك حزمه رفيعه ممكن تعلقي عليها. ده مثل ده بتخلي الموضوع اسهل. انا النهارده جايه ابسط لكم واقول لكم ايه اللي تعملوه وايه اللي ما تعملوش عشان الموضوع يبقى اسهل. تفهم طلع فيها حتى حلوه للنكلس للعقوده كمان ممكن فينا نستخدمها. في بقى حاجه زي كده بس كلها الطلعات دي. الطلعات دي لو علقتي عليها النكلسز برده بتبقى بدل ما يتشبكوا في بعض وتحطيهم في بوكس وكده. البوكس بقى اللي زي ده لو عايزين اكسسوارز ممكن مثلا الحاجات اللي هي الغوايش، البريسلتس، الحلقان، الخواتم، نحط فيهم الحاجات اللي هي البوكسز، لكن السلاسل عشان بتتلعبك في بعض فاحب ان انا افردها زيها زي الحزام. على كل هذه كمان بتنفع في شيء مثلها بيشبه للكرافتة للرجال كمان.
كمان. اه ما هي زيها برضو الكرافات بس تبقى اتخن شويه. فبنعلق عليها الكرافات عشان برضو الرجاله ما تزعلش، يطلع له المساء نعلق ننزل له ايه هنا دي. لا جد هلا تنقول كابل متزوجين بالبيت وفي عندهم هيدي الخزانه هي حجمها، بص كده بقى عنده بيطلع له هو فوق. هو عشان الراجل بيبقى اطول بيطلع له هو الفوق. ممكن اوكي. وهي تستغني عنها بتحطهم بالبوكسز اللي مش كتير عم تلبسهم دايما. بالزبط. تقدر تحطهم بقلب ممكن البوكسز. تحطها والحاجات اللي هي ممكن بتلبسها كل فين وفين تحطها في البوكسز وتحطها فوق عشان لو مش عاوزه برضو يبقى يبقى عندها مساحه كبيره ما تحطهاش مثلا جنبها ياخد أوكي. مكان في الاوضه. وتترك له هيدا الرف يحط هو التي شيرت والقمصان كمان فيه فوق. ممكن في الدرفه دي لو يعمل برضو تي شيرتس ممكن يعملها بالالوان، قمصان بالالوان، الحاجات اللي هي البلوفرز اللي في برضو بالالوان تطبق. وحاجه كمان بقى عايزه ازودها ان احنا ممكن نحط، لان احنا برضو ايه من العجله وان احنا مستعجلين، صرت اتكلم لبناني زيك على عجله فناس بتشد كده بسرعه. فانا احب ان احنا ممكن نحط زي فواصل، فمهما شديتي الحاجه مش هتقع على بعضها. فالفواصل للراجل وللست ممكن يعني ممكن يحطوا زي فواصل فيري ثين اللي هي رفيعه جدا كده بس عشان ايه ما يدخلش الحاجه في بعضها الالوان. أوكي. والباترن اللي احنا جهزناه. بفتكر هيك بنكون اعطينا الموضوع حقه صح فريده فيما يخص ترتيب الخزانه. بعد في اي شيء اضافي؟ لا. طيب سؤال بس، الشوز اذا حطوا مع التيب مش ممكن يعطوا رائحه كريهه؟ يعني اوقات في اشخاص بحطوا الفيفوريت عندهم او المفضلين تحت تيابهم بالخزانه. لا انا بقى علشان نمنع حته ما ممكن يبقى الفيفورت ومن كتر ما هو فيفورت وبتلبسيه كتير يعمل يبقى في ريحه مع الهدوء بطل فيفورت. فاحنا البوكس ده جبته ممكن نحط، ممكن يبقى اصغر شويه لو عايزه اقصر وتحطي فيه كل الهيلز بتاعتك. ايه صح علشان الساعة اكبر. لانه أوكي. هيك بحس للبوتس اكتر. بدك شيء طويل هذا بتساع البوكسز في للشوز اصغر. بالظبط. وممكن برضو هيلز يعني تعملوا بوكس لهيلز وبوكس وكده وتحطوهم هنا. عايزه تروحي شده. مظبوط صح. او ممكن نحطه تحت التخت اذا في مساحه كمان. بتكون ده لو شتوي لو احنا مثلا دلوقتي شتوي مثلا فالصيفي هيتحطه تحت السرير دلوقتي. اوكي. ما بعرف مروان اذا بده بحاجه بدك حدا يساعدك ترتيب الخزانه ولا ما في لبس كتير. هيتكلم خلاص لو قلت لك هتحط هدوم الراجل في صندوق صغير لوحده. لا انا لقيت الحل كده عرف اللي فوق اللي مش قادر. وكيس بلاستيك وانا عمال في اول حلقه اقول يا جماعه الحلقه للكابلز وركزوا معايا. ما هو للكابلز الرجاله اللي بتتفرج دلوقتي هتزعل قوي. مروان ما هيدا لنجاح العلاقه الزوجيه نحن عم نتابع. يصير في مشاكل يحط هدوم في كيس. حرام عليك. يصير في مشاكل هتروحوا من ربنا فين والله العظيم حاجه يعني. شو عندنا رد فعل للموضوع؟ خليني اقول ان احنا جانا مثلا دكتورة هناء بتقول مشكلة الدولاب دي مشكلة في كل بيت، وفي دعاء بتقول ترتيب الدولاب بجد حاجة صعبة جدا وكل ما يترتب يبوظ تاني، وفي نسرين بتسأل ازاي تعمل دريسنج روم لبيت فيه 5 افراد وممكن يكون حجمها قد ايه وازاي تقسمها من جوه، وزينب بتقول ان الدواليب برضو مأساة في كل بيت مصري عشان كده بتقفل ومحدش بيشوفها، وفي زيادة خيري بتقول ان مساحة الاوض بتجبرنا ان يكون في دولاب رئيسي ويكون جنبيه دولاب صغير او علب يعني تتحط فيها. وخلينا اطلب من الناس انتوا صوروا دواليبكم وبعتوا لنا عشان يبقى الانتراكشن باقي فنقدر نعلق لكم وانا هساعدهم. بالظبط كده عشان نقدر نتواصل بشكل اوقع يعني صوروا الدولاب. بس يعني هي بعد ما حطت هدوم الراجل تحت كده وفي الرف الفوقاني خالص يعني هيكون لنا كلام تاني. ما تتحمل كتير على الموضوع مشي الحال. صبركوا عليا. خلي بالك شوي طويل مروان. ثانك يو. شكرا لك وشكرا لك فريده على كل هالمعلومات. مشاهدينا من الدولاب وطبعا الهندسه الداخليه الجميله الحلوه اللي اعطتنا اياها رح ننتقل إلى هندسة الفلوس والجيبة بعد الفاصل.